لك ثلاثة جمعات في المشاريع. معناها تعبت، تعبت من الحبس. مش بيني نحكي هكا، غير في جورتك نقلنا ثلاثة مرات في عام راه. سامحني وقتاش تعينت الجلسة؟ 4 أيام أخرين. راجلك في بالو؟ خرج. عشان تحكي؟ جمال خرج. خذا عفو. مش قاعدين نستناو احنا يا أخي؟ مش كنقطعو؟ مازال عندك. نورا نحب نبدل حياتي، نحب نبدل برشا حاجات، نحب تتحسن ظروفنا نورا وتتفرهد امورنا وتلهب صغارنا. مخ في حاجه اخرى غير السرقه والكذب؟ عندك مخ؟ مرضيه لو كانت تقر عليا وتقول الحقيقه يا خو فيها اقل شيء 10 سنين، سايب عليك من اخرها بيع